السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بخبز التوست ولا البان دو مي، تيصلح بزاف هكا الفطور ولا الساندويتشات. فالمقادير ديالو سهله والطريقه ديالو سهله، وغادي نخدمه معكم ان شاء الله غير هكذا غير بيديا بلا روبو، ولا يمكن لكم بالطبع تستعملوا الروبو الا بغيتوا. قبل ما نبدا معكم كنشكر كاع الناس اللي كيتبعوني وتيخليو ليا كومونتير ولايك، و الى كنتي مازال جديد معنا مرحبا بك في القناه، ما ترددش انك تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا 450 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال خميره فوريه هكا حبيبات، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، و كاس ديال الحليب، كاس كبير ديال عصير ديال الحليب، مقدار 150 مليلتر، وعندي 40 مليلتر ولا نص كاس صغير ديال الزيت. كيف ما شفتوا معايا، اول حاجه الخميره مع السكر في الحليب، الحليب خصو يكون دافئ، ضروري ما يكون الحليب دافئ. ومن بعد غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه مع الدقيق، وغادي نخلط الكل. من بعد غادي ندير واحد الحفيره في الوسط باش يمكن لي ندير فيها الحليب مع النصف الكميه ديال الزيت. انا هنا غادي نضيف الحليب الكميه كلها، وغادي نضيف نصف كميه ديال الزيت، والنصف الاخر غادي نحتفظ به حتى نبدا نبدا ندلك ولا نبدا نخدم العجينه، عاد غادي نبقى نضيفو تدريجيا. صافي، بمجرد ما كتجمع لكم هكا كره ديال العجينه كتديروها فوق سطح العمل، وكتخدموها هكا واحد جوج ولا ثلاثه دقائق هكذا، تديروا لها العمليه ديال الدلك، ومن بعد عاد يمكننا نبداو نزيدو شويه ديال الزيت وندلكو، نزيدو شويه ديال الزيت وندلكو. فهاد العمليه ديال الدلك ماشي طويله بزاف، الكل غادي تاخذ لكم واحد الخمسه ديال الدقائق. الاهم حاجه هو ان العجينه ما تكونش رخوه. بالنسبه لهاد الخبز التوست خاص العجينه تكون مجموعه، ماشي عاوتاني قاصحه بزاف، ولاني ما خصهاش تماما تكون جاريه، خصها تكون القوام ديالها مجموع ما تتلصقش في اليدين. فكيف ما شفتوا هنايا انا ضفت الزيت، ودابا كندخل الزيت في هذيك العجينه. فكيف ما قلت لكم هذه العمليه ديال الدلك راه ما تاخذش بزاف الوقت، على الاكثر واحد الخمسة دقائق، ومن بعد صافي كنخليوها ترتاح. صافي هنايا غادي كيف ما شفتوا العجينه طريه ما خفيفاش، ولاني تتكون من بعد ما كدلكوا هذيك الخمسة ديال الدقائق كتولي طريه. من بعد غادي ندهن هكا الاناء ديالي فاش غادي نحطها، وغادي نحطها ونغطيها ب الفيلم اليمونتير. وغادي نغطيها بشي طورشون يكون نقي ولا شي زيف نقي، وغادي نخليها تخمر على خاطرها على الاقل ساعه ونص ولا ساعتين. انا هنايا من بعد ما دزت ساعتين شفتوا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو تضاعف الحجم ديالها وتنفخات. من بعد كنجي كنحاول نخرج منها الهواء،
ومن بعد كنجمعها هكا على شكل بوده ولا بحال هكذا، وكنجمع هذوك الجوانب ديالها، ولتحت كنحاول نقرصو هكذا باش يكون عندي شكل ديالو مجموع. من بعد كنقاد هذاك البودان ديالي وتنقرصو شي شويه، وغادي ناخد هكا المول ديال الكيك، غادي ندهنو بالزيت وغادي نقرص هذاك البودان ديالي شي شويه باش نعطيه الفورمه ديال المول المولا كيك. وكنجي نبدا نقرص هكذا باش ياخذ ليا الشكل ديال المول ديالي. من بعد غادي نعاود نغطيه بالفيلم اليمونتير، وغادي نخليه ونغطيه بشي منديل يكون نقي، وغادي نخليه يختمر مرة تانية لمدة ساعة. من بعد ما دات ساعة فكيف ما كتشوفوا كيكون طلع. انا غادي ناخد هكا شوية ديال الزيت وغادي ندهن الوجه ديالو، كنحاول ما نبركش عليه، كندهن غير بشويه. ومن بعد غادي ندخلو الفرن ساخن على درجه حراره ديال 200، وغادي نحط حداه هكذا شي زليفه ولا شي اناء فيه الماء باش تيتحمر ليا مزيان. فالفرن ديالكم الا كان عندكم فرن كهربائي ديروا شالور تورنونت، ولا كان عندكم فرن غازي فتخليوه وديروا معاه اناء ديال الماء حتى هو راه يطلع لكم. فكيف ما كتشوفوا من بعد ما دازت 25 دقيقه في الفران، كيف ما كتشوفوا كيجي غزال، كيجي قطني رائع. انا نقطع لكم هكا ترونشات. فبالنسبه لهذا الخبز هذا في الافطار كيجي غزال هكا مع شويه ديال الزبده والعسل، ولا بالنسبه للاطفال ديالكم الا بغيتوا ديروا ساندويتشات كيجي في منتهى الروعه، وتيجي قطني. كنصحكم به هكذا الا بغيتو تصايبو به حتى الكروك موسيو، فانا غادي نصايب به ان شاء الله الكروك موسيو لوليداتي هاد العشيه. و راه كيف ما كتشوفوا تيجي في منتهى الروعه. فكيف ما شفتوا انا غادي نقدمو هكذا كساندويتشات، درت به كروك موسيو. الا بغيتو الطريقه ديال الكروك موسيو خليوها ليا في لي كومونتير نصايبها لكم ان شاء الله. وكانت هذه هي العشيه ديالنا، كروك موسيو مع شليده صغيره. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ولا نال اعجابكم ما تنساوش ديروا ليا لايك وكومونتير وتابوناو للقناه الا كنتو مازال ما مابونيش. و غادي نقول لكم بسلام عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.